الزاوية، بحسب الزاوية، بحسب السياق الذي توضع فيه، والذي يفسر، وهو القادر على تفسير الزاوية التي تصطنعها في النظر إلى الأمور، في النظر إلى الأمور. هكذا. من على هذا المنبر مرة ذكرت مثال سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. ظللنا أيها الإخوة، ظللنا نسمع هذا المثل تقريبا 14 قرنا وننظر إليه من زاوية واحدة. سعد بن الربيع يخير أخاه عبد الرحمن بن عوف في أحب نسائه الأربع إليه ليطلقها وينزل عنها له ويتزوجها ابن عوف. من زاوية ماذا ننظر كنا؟ 14 قرنا، زاوية الإيثار صح؟ والغيرية والأخوة وصدق البذل والتضحية في سبيل أخوة الدين. لكن هناك زاوية أخرى، زاوية أخرى ليست تشرف، ليست جيدة بغض النظر. هذا صحابي، ليس ملكا، هذا ليس إلها، ليس مشرعا، انتبهوا. ثقافتنا تفترض له بما أنه صحابي وأسلم من أول ساعة من ساعات إسلامه ستغدو أفعاله تشجيعا، كلام فارغ، ستغدو كل مسالكه حميدة، غير صحيح يا أخي. ما هذا؟ لا، لأنه صحابي وفعل هذا من هذه الزاوية، أنت مش صحيح. هناك زاوية هي في منتهى الفقر والبؤس هنا، وهي مكانة المرأة، مكانة المرأة في نظرهم. شو هذه المرأة تتحدث عن أما أنت، عن خادمة، عن سلعة تشتريها وتبيعها؟ هذه امرأة حرة، وقد تكون سيدة بنت سيد، كريمة بنت كرام. أنت تطلقها وتزوجها دون حتى أن تأخذ خيارها، ما هذا؟ غير مقبول هذا، لكن هكذا كان مجتمعهم. فإيانا وإياكم أيها الإخوة أن نظل نردد هذا في عصرنا هذا بعد أن وعينا أشياء وفقهنا أشياء دون أن ندري ما نقول. انتبهوا، طبعا هذا لا ينقص الإسلام شيئا، هذا ليس الإسلام، هذا تصرف صحابي أيها الإخوة. هذا الصحابي لا يزال يحمل بعض موارث الجاهلية، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا أنه لا يزال يحمل بعض موارث الجاهلية. النبي قال هذا إيه؟ لأبي ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر الذي حلاه بتاج، بل بجوهرة التاج أيها الإخوة، واسطة العقد، ما أظلت السماء، أو قال ما أقلت إيه؟ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة أو من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر الصادق المصدوق، خليلي، خليل رسول الله. ومع ذلك أيها الإخوة قال له لا لا، في هذه استثناء يا أبو ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه جاهلية، إنك امرؤ فيك شيء طبيعي. لكن لا يراد لنا بأمثلة كل تاريخنا وكل وقائعه أن نعتقد أن حتى الصحابة غدوا بمثابة أنبياء عمليا وليس نظريا. كل ما يفعله، كل ما يقوله غير صحيح، حتى في علم المصطلح غير صحيح. حديث الصحابي الموقوف في حكم الضعيف في علم المصطلح، في علم الحديث، إيش قال الصحابي، إيش فعل، إيش أقر، هذا ضعيف، له حكم الضعيف. ما لم تشهد له الأدلة من كتاب وسنة هو ضعيف، لا اعتبار له يعني، خاصة إذا لم يوافق عليه. انتبهوا، لكن الحديث ليس عن هذه المسألة، عن زاوية النظر أيها الإخوة، الحديث عن زاوية النظر. ولنعود إلى موضوعنا، كيف نتحاطى مع هذه الشؤون، كيف نتواصل أيها الإخوة، كيف نتواصل كبشر، خاصة في لحظات ضعفنا وزلالنا. نحتج بحديث، وفي المقابل عشرات الأحاديث وعشراتها تشهد لشيء مختلف أيها الإخوة. لا، نحتج بأننا ننتصر للخير إزاء الشر والمكر والخطيئة.